بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، عنوان هذه الحلقة هو المغرب بعيون ألمانيا من خلال ما شاهده المغرب في فترة ما قبل الحماية من ذلك الاهتمام المتزايد من طرف القوى الأوروبية عليه لاكتشافه واكتشاف مدخراته من خلال ما عرفه المغرب موقع استراتيجي في شمال إفريقيا، وأنه يحتوي على العديد من الخيرات، خاصة بعدما أضحى الإيالة الجزائرية مستعمرة تابعة لفرنسا. وهنا ظهر هذا التنافس الإمبريالي ما بين الدول الأوروبية الأخرى، خاصة الدول التقليدية من حيث المستعمرات، هي فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وغيرها من البلدان، ومع قوة فتية ظهرت في الإمبراطورية الألمانية، بداية مع البروس وانتهاء مع الدولة الألمانية. وهنا حبينا نهضروا على المغرب بعيون ألمانية من خلال تلك الرحلات اللي قاموا بها المكتشفين الألمان للإيالة المغربية الشريفة. هناك نتحدثوا على أولى الاهتمامات اللي كانت في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، اللي كانت العديد من الزيارات اللي قاموا بها المكتشفين أو الرحلة الألمان للمغرب. للمغرب عرف في هذه المرحلة موجة من الاهتمام كبيرة من طرف الرحلة الأوروبيين، وهناك نفهموا هذا السر ديال التركيز الألماني بدوره للمغرب وما شكله أدب الرحلة الألماني من ميزة يمكن أن نضيفه على تلك الحركية اللي ظهرت وسط الحقل السياسي والأكاديمي بأوروبا في تلك الفترة. حنا كنهضروا على اللي هضرنا على المغرب في الاستعمار مباشرة، كنهضروا على الاستعمار الإسباني والاستعمار الفرنسي، لكن هنا كنلاحظوا ان الاهتمام كان من العديد من البلدان الأوروبية، من بينهم بريطانيا اللي جعلت مسألة طنجة دولية، وحتى الألمان بدورهم كان عندهم واحد الاهتمام اقتصادي جد قوي في فترة ما قبل الحماية الفرنسية. وهنا هاد الألمان دفعوا بالعديد من الرحالة بمختلف التخصصات ديالهم باش يكتشفوا هاد المغرب وما يحتويه من خصوصية من حيث الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والجغرافي وغيره. وهنا انا حبينا نبينوا هاد الوضع اللي كان في المغرب بوجهة نظر ألمانية، ان هاد الرحالة فجأة دونوا مذكرات، دونوا كتابات، تقارير، وهي التقارير تغني وجهات النظر الاخرى اللي اهتمت التاريخ ديال البلاد. يعني احنا غنشوفوا المرآة ديال المغاربه بوجهة نظر ألمانية، وكانوا دراسات كثار لدي الدخول ما هو اكاديمي صرف من خلال الدراسات اللي قاموا بها الفرنسيين الالمان لبعض الدراسات المتأخرة في فترة الحماية وحتى الاستقلال، من بينهم أقلام وطنية اللي هدرات على هاد ما يعرف بالتكالب الاقتصادي والسياسي على المغرب من طرف هاد القوى اللي ذكرنا كاملين، اللي هي أصلا عبدت الطريق من أجل الاستعمار ديالو والنيل من المدخرات والخيرات ديال البلاد. هذا بلا شك أنه كل كي يكون الإجماع عليه. وحنا بغينا نشوفوا هذا الاهتمام الألماني اللي تقريبا غيبة، ما مذكورش وما معروفش. يعني احنا كنحاولوا في هذه الحلقات نبينوا ما لم يتم تداوله بشكل كبير، يعني بعض المواضيع اللي كتبقى غير عند الخاصة المهتمين بالحقل التاريخي في الفترة المعاصرة ولا قبل، وكيغفلوا عليه بعض المهتمين ولا العام ما كيفهموش شنو اللي واقع من خلال هاد المواضيع. وهنا هذا هو الدور ديالنا، يعني فتح واحد النقاش
اللي نستافدوا منه جميع، وهذا هو الدور ديال هذه المبادرة اللي حاولت انني نشارككم معايا فيها، اللي غادي نحاولوا نكتشفوا مجموعين هاد الامور اللي كنت ذكروا لها. وهاد الالمان في الجو يعني زاروا كثير بلدان، وكانوا من وسط متعدد ديال التخصصات. جاو جيولوجيين، علماء ديال الاحياء، جغرافيين، انثروبولوجيين وغيرهم، لان في تلك الفتره كان ما يعرف بالسحر الشرق، يعني كيدفع جميع المغامره من اجل انه يوسع المعارف ديالو. والمغرب كان ارض غنيه لاغناء هاد الابحاث، وباش هما يكتشفوا هاد سحر الشرق ويدخلوا للمغرب ويكتشفوا هاد العوالم اخرى اللي غادي ترجع لهم بالنفع فيما بعد. وهاد الرحله الالمان في هاد الفتره اللي ذكرنا، خاصه اواخر القرن 19 وبدايه 20، يعني هنا كنهضروا على ما زمن الوضع الداخلي ديال المغرب، كانت السيبه، كانت قلاقيل، كان فترة الحكم كان مولاد عزيز مازال صغير وحكم ضعيف، كانت ثورات كثيرة في البلاد. يعني ضروري ان هاد الالمان اللي غيجيو بحالهم بحال اي دولة اخرى، جا غيدخل الا اجنبي كافر سيعصف به، وانه كيشكل الوجود ديالو واحد الخطر، لان واحد الفترة كان المسخبة، كان الجفاف، كان الكحت، كان الجوع في بعض المناطق. يعني يقدر اللي بان اجنبي راه عنده الفلوس يقدر يتم تنكيل به، يقتلوه ولا يطلبوا فيه فدية ولا كيتسحوا عنده الفلوس. يعني كل هذه كانت امور اللي يجب الحذر منها، وهي هذه كلها اكراهات ديال هاد الرحالة الالمان اللي جاوا دخلوا للبلاد وبغى يعرفوها. وهنا الصعوبات اللي كانت هو ان هاد الرحلات اتخذت المغرب كبلد عبور نحو الجنوب، بلدان افريقيا جنوب الصحراء، وان البلاد غريبة عليهم حيث العوامل الطبيعية والبشرية اللي كانت صراحة كانت كتبدل لهم المعالم حتى في المسار ديال الرحلة اللي مقررين هما داك التراجي اللي جايين يديروه في المغرب منين غيدوز. يعني بالتالي الارض الواقع كانت مختلفة، وهاد الصعوبات كانت هي اللي صراحة هي الحاسمة في هاد الموضوع. وخاصة لو وصلوا لجنوب مغرب الصحراء والصعوبة ديال الطبيعة ديالها، واش فعلا تكون صمود في السفر لمسافات شاسعة ووسائل النقل لم تكن متاحة في تلك الفترة إلا الجمال والدواب. وخاصة أن المغرب في واحد الفترة كان الوحش كتير، كان كيهدد الحياة ديال هاد الرحالة، بالإضافة أن هذا المسار ديال التنقل اللي كانوا فيه كان بطيء للغاية، وبالتالي أن الأغلبية منهم كانوا مهددين بالموت عطش في الصحراء، ولأن نقط المياه كانت نادرة وبعيدة، والأرض اللي كيتم اختراق ديالها ما عندهمش معالم عليها. يعني كاين بعض الممرات اللي قدروا يشقوها، لأن خاص ضروري الغفارة ديالهم باش اللي تمكن انهم باش تبين لهم الطريق وغيرهم. هذه كل عوامل اللي كانت هي اكراهات ديال هاد الرحاله اللي جاوا باش يكتشفوا المغرب. بالاضافه ان هناك كاين كما ذكرنا واحد الخطر ديال البشري اللي كيتحدد في انعدام الامن، بعض المناطق اللي فيها السيبه بعيده على اعين المخزن اللي فترة ديال المولى الحسن وما بعدها، كانت بزاف القلاقيل، كان المشاكل، كان القبائل تايرة، كانت الحركات كتقمع، يعني حتى الأجانب كان الظهور ديالهم كيشكل خطر بالنسبة لهم وحتى بالنسبة للأجناس ديالهم. يعني كنهضروا على المفوضيات ديالهم أو السفراء اللي كينوبوا عليهم اللي هما في طنجة. وبالإضافة أن الذهنية ديال الكافر النصراني جاء من أجل التجسس والتآمر على المسلمين، وهذا المعطى ديني كان هو الطاغي في تلك الفترة. فين ما كيكون شي رجل أبيض إلا كيكون عداء وكيتربصوا به وكينكلوه، يعني على الأقل اللي ما خداوش يقلعوا ليه داكشي اللي عنده، ولأن كان
كان انه كيمثل لهم لقمه سائغه وسهله، وانهم تحتهم عندهم ثروات وفلوس داخلين بها ويعني هذا هو اللي كانوا، لان المغرب كان بحكم الاخذ والرد اللي كان مع الاجانب، لان البلد بلد ثغر يعني، كان الاستعمار كان ثغور استعمار البرتغالي، كان مناطق كثيره اللي كانت في اخذ ورد مع الاجانب، بالتالي ان العامل كان دائما حاضر بقوه. وهاد الرحاله الالمان بداو باختراق ديال المناطق الجبليه، دخلوا من طنجه، دخلوا المدن يعني المغربيه القديمه فاس وغيرهم، بالتالي ان هاد المخزن عنده واحد العبء كبير، لان هاد المكتشف الاوروبي اللي غالبا انه خصو يكون فاطن بالتحركات ديالو، وكيوصي المخزن العمال ديالو والنواب باش يكونوا على بال من هاد التحرك، يكونوا حاضرين وعندهم يقظة دائمة باش ما يوقعش ليهم شي قتل هاد الاجنبي ولا هاد الالماني اللي دخل. خاصة ان هاد الاوروبي اغلبية منهم نصحوهم في البلدان ديالهم انهم باش يلبسوا الزي، يعني يتنكروا باللباس مغربي ويتظاهروا بانهم مسلمين، لكي باش ما يتواجهوش مع الناس يبان انه اجنبي وغيرهم، او اللصوص لسهولة التعرف عليهم. بداية اول الرحلات اللي كانت من حيث الالمان كان هذا سبيل المثال، يعني ما يمكنش حنا نحصيو جميع الالمان اللي مروا المغرب او حتى الاقدام ديالهم الايالة الشريفة المغربية في تلك الفترة. نهضروا على هنريش بارت، هذا هنريش بارت اللي درس اللغة والثقافة العربية في لندن، وبدأ الرحلات ديالو في سنة 1845 زائرا لمدينة طنجة، ومنها عبر المغرب الداخل. عنده مخطط اللي هو التوجه نحو الصحراء طومبوكتو لاكتشاف الصحراء من خلال الغوص في هذا المكون الجديد بالنسبة للباحثين الألمان. وهاد بارس انضم إلى البعثة البريطانية اللي مشات في الاكتشاف الطريق التجاري الصحراوي في طومبوكتو، واقام يعني اتصالات مع توارغ يعني الطوارق وامبراطورية برونو في شمال الكاميرون، وتوقف مدن كثيرة المعروفة بمراكز ديال الطريق الرقيق ديال الصحراء، وركز بارت بالملاحظات ديالو ودونها على الشعوب والمؤسسات المحلية اللي زارها منذ انطلاقه في اكتشاف بلدان لجنوب الصحراء، وأكد ذلك في واحد الكتاب اللي خلفوه في تقريبا 1500 صفحة، وهو مؤلف ضخم اللي خصوا لها الدراسة حول إفريقيا في القرن 19. واهتم هذا الكتاب بالحياة والعادات السكان، يعني كل ما هو أنثروبولوجي، فيه العادات وفيه فيه المعيش اليومي، خاصة أن ظلت الخرائط ديال إفريقيا بيضاء، يعني ما معروفاش غير مجهولة المعالم لم يتم اكتشافها بعد. وساعدوا أنه خلق صداقات مع علماء محليين، ساعدوه دراسة الأنساب والسكان والسلالات الإفريقية، وعمل على دراسة النقوش الصخرية اللي صادفها في الصحراء. والميزة اللي خلاته انه نجح في المهمة ديالو هو الاتقان ديالو للغات واللهجات المحلية، وحتى الكتابات العربية والتقاليد وغيرها من هاد الامور اللي ظلت مجهولة للانسان الاوروبي. وفي 1845 حل مدينة الرباط، ووصفها أنها من المدن المزدهرة اللي كيحصل السكان ديالها حوالي 25,000 شخص، وزار الأحياء كثيرة ديالها والأزقة ديالها في القديمة، ومن الحي اليهودي أكا
اكد على ان التجاره ديالهم بهذه البلده جد مزدهره، ولكن هو ذاك الابتسامات كانت فيها تتخلله بعض المضايقات اللي كانت كتعتار الطريق ديالو بقطع الطرق والمتربصين. وهاد بارت كان شغوف بهاد السفر اكتشافات ديال شمال وسط افريقيا حتى الحدود ديال 1855، ومن بعد هو رجع كمتخصص في الدراسات الافريقيه باوروبا، واستأنف التدريس ديالو في جامعه برلين في 1863 الى ان توفي في 1865. وهاد الامور اللي ضروري كيتخللها الجانب الامني اللي كما ذكرنا، ان الاهالي ما كيتقبلوش الغرباء خاصه المسيحيين اللي هما فعلا كانت واحد الجراه في تعرض للقوافل ديال هاد الاجانب. ومن بين الاجانب الالمان اللي كانوا، كانت رحله ديال جيرهارد رولف اللي حل بمدينة أكادير متجه نحو تيرودانت، وقعت ليه العديد من الإكراهات خاصة ما وقع له بواد سوس، أنه بقى في ذاك الحصن ديال فونتي مدة لأنه سمع أن واحد الرحالة أوروبيين تم سلب جميع الممتلكات ديالهم، بالتالي أن بقى يتوجس قلق بما قد يحدث له في التحرك اللي غادي يمشي به من أكادير لتيرودانت. وعبر عليه أن هاد الجرأة ديال اللصوص، لأن تلك الفترة كان المخزن ما قدرش يسيطر على العديد من الأماكن والقبائل اللي كانت بين الفينة الأخرى كتعيش واحد الفيلات أمني. والاتجاه ديالو من سهل سوس كان كيأمن الرحلة ديالو من خلال ديك الجمال، كانت تربط بشكل دائري باش تبقى محكمة الإغلاق خاصة في الليل المباغتات اللصوص لهم، وتكون مؤمنة حتى توصل للغاية ولا الوجهة اللي هي كانت رسمها فيه. وهذا رولف اللي هو وصل لمدينة تيرودانت تم استدعاء ديالو من طرف قاضي المدينة باش يعرف شنو الوجهة اللي غادي ليها والسبب القدوم ديالو، وان حتى ان المخزن كان كيسبق برسالات ديال فيها نوع من الشك والريبة لتقصي امر هاد الاجانب وهاد الالمان، وكيحث النواب ديالو المخزن باش يهول لهم السفر، وان ما يمكنش تمشيو لهاد البلايص واني خطر عليكم، لان المخزن في هذيك الفتره ما قادش على مشاكل مع هاد الممثلين ديال الاجناس خاصه الا وقع عليهم شي اشكال وتم القتل ديالهم وغيرهم. وهو شكوا في انه جاسوس فرنسي، لان ما يصل من الصدى ديال الاستعمار الفرنسي في الجزائر كيوصل لهاد المناطق، ولكن ملي لقاو انه يحمل جواز السفر الألماني تم السماح له بالمغادرة. ولكن من الإكراهات اللي خلاته يعني فاش تحرك من تيرودانت باتجاه درعا، يعني تم التعرض للقافلة ديالو بإطلاق النار، وتم قتل العدد من مرافقيه، ولكن هو استطاع أن يفر وينجو بواحد الأعجوبة حاملا اصابات في الكتف ديالو والساق اليمنى، اغمي عليه حتى انه كاد ان يموت في الصحراء لانه تعرض لواحد النزيف وقله الماء، غير ان بعض الساكنه تم دخلات وسعفاته في اللحظات الاخيره. وهنا المخزن كيبين هاد الامور، رغم ان المخزن كان كيستوصي بهاد الرحاله الالمان اللي جاوا باش يكتشفوا البلد وغيرها، لان مثلا بحال هاد الاوسكار لانز وغيرهم كان المخزن كيعطيهم بحال لي سي باسي باش يدوز رساله سلطانيه كيشهر بها اذا وقع ليه شي مشكل ولا زيروه مثلا
بعض القيادة على أساس أنه باش يمنعوه. وهاد التوصية كان عطاها ليه السلطان المغول الحسن في 15 دجنبر 1879، اللي تيقول فيها: الحمد لله نأمر الواقف من عمالنا وولاة أمرنا المعتز بالله أن يوجه مع ماسكه الحكيم الألماني من فيهم كفاية من أهل من أهل النجدة والجد والمفيد والثمرة من إخوانه، يقفون معه ويحرصونه حتى يتطوف ببلاده ويجول بها ويأخذ من نباتها ما يصلح له، وأن يستوصى به خيرا ولا يقصر في الاعتناء بشأنه والحبوة به مدة جولانه بأرضه، ويكون على بال من حراسته ليلا ونهارا ولا يتركه، يصل لمحل المخاطرة ويبينها له من عمالته ويحذره من الوصول إليها ويبصر في أهلها، وحين يقضي غرضه من بلاده يوجهه معه من يوصله لعامل القبيلة المجاورة التي يريد التوجه إليها. أنا المخزن بهذه الرسالة والتوصية اللي هي نشرها من بعد أوسكار لانز في كتابه ديال تومبوكتو، يعني كيبين لي أن المخزن جد حاضر في التعامل مع هذه الأمور، لأنك يقول لي ودي خصك تبقى حريص للسلامة ديال هذا الشخص وتبين ليه الأمور اللي فيها الخطر وتبقى ما يحتاج تعطيه النائب مخزني في منطقة أخرى أو في قبيلة أخرى. ولانز هنا فاش وصل للتارودان يعني هنا كيهضر على انعدام الأمن، وتيقول أن هاد منطقة سوس فيها حشد من الأشرار وهم في تنقل يعيشون على السرقة والسطو على ممتلكات الغير والقوافل التي تمر محادية لهم. هذه كانت ردة فعل لأنه لقي ما لقيه من هذه المضايقات وهذه الإكراهات اللي جعلت هذه الرحلة دياله تكون مغامرة أكثر من تكون أنها رحلة متكاملة من حيث المعايير والمحددات العلمية لأدب الرحلة. وفي نفس السياق كان المولى الحسن كيراسل العمال دياله في الأقاليم البعيدة وكيحثهم على ضبط التحركات ديال الأجانب، خاصة ما وقع القائد عمر بن سعيد التوقي اللي عطاه واحد التوبيخ قوي علاش انه سمح لهاد الانز ومرافقيه باش يتابعوا الرحلة ديالهم اللي بين قوسين سماها بالمريبة. وجات هاد الرسالة شديدة اللهجة لما صدر عن هاد الممثل السلطاني من التهاون وخلى هاد الألماني داز. ويعني هنايا كاين المخزن كان في كيأكد على ان ما خصوش يسمح الا شاف الوقت الراهن وكاين انفلات امني، ما خصوش يخلي الاجنبي كما يكون يدوز وخا يكون هو حامل هذا لي سي باس اللي هضرنا عليه. وهنا تيأكد ليه في رساله في 1880 في ماي، تيقول ليه: فقد بلغنا ان رجلا ورد لرودانا، اي تارودانت، في ربيع الثاني سمى نفسه علي بوطالب. يعني هنا كما ذكرنا في الاول انهم كيقلبوا السميه، يجيب سميه عربيه باش يتجنب الخطر، وانه من اقارب الحاج عبد القادر، لانه عبد القادر الجزائري كان هذا معاه مرافق ديالو، كان جابو بحال باش يبيل باش هو يكون مرافق ديالو سهل ليه وعبد ليه الطريق يكون مع هاد النصراني، وان معه نصراني من دولة الألمان، وانهما يريدان الذهاب لبلاد السودان بأمر شريف زعم انه عندهما، انهما سافرا يوم الخامس عشر من الشهر المذكور، وان خليفتك وجه معهما من يصحبهما حتى يخرجا من تراب إيالتك، مع معرفتك ما في توجههما لتلك النواحي
من المخاطرة بالنفس والمال والغرر بهما، كما لا يخفى وأنه شاع وداع عنهما أن تحتهما مالا له بال، يعني فلوس عنده وعليه. فهذا كله يعد من غباوة ذلك الخليفة وتهوره وبلادته. شوف هنا اللغة كيفاش صافي بحل السلطان طلع لي الدم، يعني هذا مكلخ اللي انت درتيه باش راه مشكل يخلق لينا. وكيسترسل تيقول لي هنا وعدم تفكره في عواقب الامور، وكان من حقك الا تجعل خليفة عنك، وهناك الا من ثبت انه من اهل النجدة والذكاء والفطنة والدهاء. شوف اش يقول لي، زعما خصك تكون مزير في هاد الامور، ما ديرش واحد كيزيد من دماغه، خصو يكون عارف وكيقراها في السماء. الذين جربوا الامور وجربتهم وعرفوا الايام وعرفتهم، لكون ذلك المحل اقليما معمورا بانواع المسلمين على اختلاف السنتهم والوانهم من الاعراب والبرابر، وفيه من اهل الخير والدين والصلاح والعلم ما لا يحصى، فينبغي ان تجعل لهم مقابلا يماثلهم ويناسب حالهم، وينزل الناس منازلهم، ويعرف بغريزة عقله وفضل تجربته ما يرد قبل وروده، يعني وعاقبة ما يصدر عنهما قبل صدوره. فاندب لكل منهم اهل بلواه، واعدد لهم له من يعرف ما ينتهي اليه قبل مبداه. فان خليفتك المذكور ارتكب امرا امرا، وارهق نفسا نفسه عسرا، واقتحم هذه العقبة الكنود بمساعدة المذكورين في السفر لتلك النواحي، واصحابه اصحابه اياهما بمن يخرجهما من تراب ايالتك، كأن له اذنا في ذلك حتى سيرهما في كفالته في ذلك التراب. وسلك سبيل المخاطرة وتحمل ما لا اذن له فيه، وما نظر للعاقبة ولا تفكر فيها، مع ان الفسحة كانت عنده في ذلك بانذارهما وتهويلهما من السفر في تلك النواحي، وتعريفهما بان تلك المهام لا ينضبط لها امر، وان المسافر فيها يخاطر بنفسه وماله، وبان الناس كيف اراد الله من قبل المسخبة يبيعون اولادهم ويأكلون ثمنهم ويهجمون على بعضهم بعضا بقصد أكل متاعهم وإشباع بطونهم، ويسترعي عليه ويخرج من عهدتي، وإن أبى إلا السفر بعد ذلك فإن لا عهدة عليه. يعني كيقول لي حتى يبين لي الخطر ديك الساعة ما بغاش يدبر راسه، وأنه لكن بعد أن يقبض منه خط يده بأنه إذا تسبب بالسفر في تلك النواحي في إتلاف نفس أو مال فلا مطالبة على أحد، ويكون حينئذ أخذ بالحزم ونظر للعاقبة. يعني رسالة شديدة اللهجة كتبين واحد الغضب كبير ديال السلطان، تيوبخ بهذا العامل وهذا النائب بين قوسين هذا المكلخ اللي دابا هو ما بغاش يقول عليه، ولكن شديده اللهجه انه خصو يبين لي، ولا ما بغاش هذاك الالماني يرجع خصو يشد لي بحال اللي قلتي اعتراف خطي بانه لا زهق وداز دولي رزقه ولا قتلوه ما يتسالش. يعني هنا هذه وثيقه اللي محفوظه في مديريه الوثائق الملكيه وغيرها كثير. يعني الامر المؤكد هنا كتبين لنا حاله الفوضى وانعدام الامن بهذه المناطق البعيده عن، يعني ما يعرف بالمناطق ديال البعيده على المركز، يعني المناطق ديال المحيط. هنا المولى حسن كيامر بالمنع ديال محاوله تنقل هاد الالمان خشيه الاصابه ديالهم مكروه، وضروري خصو يكون الصعوبات، لان هاد المشاكل اللي كتكون مع الدول ديالهم ضروري ما غادي يخلق مشاكل المخزن في غنى عنه.
وهو هذا الامر اللي فعلا حدث لبعض الرعايا ديال دوله النمسا، لان النمسا مع الالمان كانوا متحدين، بالتالي ان الامبراطوريه الالمانيه الكبرى كانت فيها حتى النمسا، يعني الدول الناطقه بالالمانيه، وهذا كان تم القتل ديالو في ظروف غامضه جعلت من ممثل دوله النمسا بالمغرب كيطالب المخزن البحث على القاتل والمعاقبه ديالو والتعويض ديالو. هنا كاينه رساله يعني في هذا يعني في هذا السياق باش نفهموا ان مول حسن الى النائب محمد برقاش في رمضان 1880 تيهضر على هذه النازله، تيقول لي خادمون الارض طالب محمد برقاش، بعد وصلنا كتابك بالاعلام ان جنس النبرال اللي هما نمسا كتب لك في شان النصراني المقتول بين مراكش وتارودانت، وذلك بعدما كنت كتبت بذلك لجانبنا الشريف، وان قنص النبرال ورد من غيبته وتلاقى معك، يعني كلقاو الدارجه يعني تلاقى معه، وشدد في الكلام في ذلك وطلب البحث واظهار الحق في قضيته قبل ان يقع الطلب بالبحث، وانهم يذكرون ان تلك القبيله تعرف الفاعل يعني اللي قتل، كونهم تبرؤوا من دمه وتركوا حوائجه لقاتله، وانهم يذكرون ايضا ان بين المحل القتل وتارودانت يوم ونصف اليوم، قد تعين عليك الوقوف معهم في ذلك على مقتضى الشروط اذا ثبت توجه نصراني تلك الناحيه بغير استناد على المخزن، يعني لم شاب بوحدو الله يعاونه هادشي اللي بغى يقول لي، وانه توجه بدونه فقد غر بنفسه ودارك عليها، ان وقع على الافات فلا بد كن على بال من ذلك والسلام. عفوا يعني هنا كان هنا المخزن دخل في هاد الامور اللي فيها الاخذ والرد مع نواب الاجناس، هنا كيشير لي انه فعلا الا كان هو مشى من راسه ما مخداش واحد لي سي باسي من المخزن راه ما تيلوم الا نفسه. والسلطان هنا كان كيتحرى الترخيص لهاد الرحاله والاستراء عليهم وتحميلهم التبعات اللي قدروا يتعرضوا لها، هو ما حصل فعلا مع الماني اخر اللي هو ماكس كوينفيلد اللي حل في المغرب في فتره ديال 1881 كمكتشف المناطق ديال الطبيعية المختلفة في المغرب، وكان طلب من وزير ألماني المفوض طنجة من وزير الشؤون الخارجية باش يتم منحو ظهير سلطاني باش يسهل الرحلة ديالو داخل المغرب، لكنه اعتذر بدعوى انعدام الأمن في تلك الجهات اللي كان كينوي الزيارة ديالو، ووعده الوزير الألماني بعدم توجه هاد ماكس كوينفيلد الأماكن اللي كتشهد بعض الاضطرابات. وهنا كما احنا سبقنا ان احنا قلنا في هاد الدردشات اللي كنديروا، هو ان احنا كنتناولوا الوثائق مباشره، يعني كنناقشوا من خلال الوثائق، وهذه وثيقه مشات في نفس السياق اللي هي محفوظه بمحفظه اكادير مديريه الوثائق الملكيه، اللي كيهضر فيها على هاد التوجه ديال هاد الالماني ماكس كوينفيلد، اللي كيقول فيه محمد برقاش للسلطان مول حسن كيشرح ليه الوضع ديالو، تيقول ليه خادم كيقول ليه خادم الارض الطالب محمد برقاش وفقك الله والسلام عليك ورحمه الله، وبعد وصلنا كتابك في شان ما اجبناك به عن مطلب باشادور الالمان من ظهيرنا الشريف للحكيم كوينفيلد المتجه لبعض المحال بهذه الإيالة بقصد البحث عن الحشرات، وعرفنا أنك قررت للبشادور المذكور ما أمرناك بتقريره له، من كون الحكيم إذا وصل لجبل الأطلس ولحاحة وسوس يخاف عليه من التجول فيها لأجل ما هو حادث بها من التشويش، ولا يناسبه ذلك حتى يصفو أمر تلك الجهات ونكون بالحوز، فجدد لك الكتاب في ذلك ذاكرا أن الحكيم لا يتوجه للمحل الذي فيه تشويش، ولم يزل يطلب الظهير من غير تعويق، يعني التعويق
مع إلحاحه في التعجيل به حسب ما تضمنه كتابه الذي وجهته. وصرنا من ذلك على بال حيث التزم بأنه لا يلقي بنفسه للتهلكة، فها ظهيرنا الشريف يصلك بما طلبه، لكن لا تدفعه له إلا بعد الاسترعاء توجيه خط يده بما التزمه والسلام. هنا الرسائل اللي كان كيعطي السلطان مول الحسن لهذا الألمان، هنا كيلاحظ أن بدات كتاخذ واحد الطابع ديال الجدية بهذا الوفود اللي بدات كتقاطر من على المغرب، خاصة العلاقة الدبلوماسية مع ألمان بدات تظهر أنها كتحسن وكتقوى شيئا فشيئا، لأن المولى الحسن بدات يوطدها مع الرايخ الألماني، وبدات واحد الأرضية مشجعة لتوالي الوفود الألمانية إلى المغرب من خلال باب الرحلة والاستطلاع، والظروف العامة والداخلية والخارجية اللي كانت جعلت المخزن أكثر حذرا للترخيص لهذا الألمان الراغبين في القدوم لهذه المناطق والتجول في المغرب ويعرفوا شنو كاين في هذا المغرب. هو الأمر الذي وقفنا عليه بهذه الرسائل العفو اللي كان السلطان توجهها للنائب ديالو في طنجة، وهي كاملة كتقاطع حول عزم هذا الألمان اختراق البلد، كيوجهوا أنه باش يكون ديما على بال من هذه الرحلات اللي هي مفتاح للتعريف بالمغرب، خاصة المخطط الاقتصادي اللي بدات كتنعكس الأرض الواقع. وكنا بزاف ديال الوثائق اللي صادفنا في هذا الموضوع، خاصة أرشيف ديال دار النيابة اللي فيها مراسلات كتهم النائب الطريس مع المولى الحسن، فيها العديد من التوصيات ديال الباشادور الألمان طنجة تيبين لهم أن قدوم مواطنيه للمغرب. وهناك رسالة في محفظة ديال دار النيابة مؤرخة 24 أبريل 1885 تيقول هنا: ورد لهنا نصراني من جنس البروس وطلب توجيهه لطنجة، وها هو يرد عليك صحبته فادفعه لباشادوره والسلام. البروس أي منطقة بروسيا، كانوا مملكة بروسيا أو إمارة بروسيا كانت هي عندها تمثيلية في المغرب، ومن بعد سيتم توحيد الإمبراطورية الألمانية وغادي ترجع هي الألمان. هنا غادي ننتقلوا للجانب آخر، هو هاد الرحلات الألمان اللي جاوا المغرب. كنا بدينا مع هنريش بارت اللي شكلت يعني الرحلة ديالو نقلة نوعية في الاهتمام الألماني بالمغرب، وكان شجعته الجمعية الجغرافية ديال الرحالة لاكتشاف مناطق الداخلية الإفريقية، والمغرب هو الممر اللي غادي يكون. وهنا كنلاحظوا أن العديد من التوصيات اللي كانت العديد من التوصيات اللي كانت القياد، مثلا توصية جاءت لهنا القائد محمد يحيى الجديدي اللي كتشير انه هنا تقول لي محبون الارض القائد محمد يحيى الجديدي امانك الله السلام عليكم ورحمة الله عن خير مولانا، يرد عليك صحبته الكبلير صابيل الألماني بقصد التفسح والسياحة، يأمرك مولانا عز الله أن تكون منه على بال مدة مقامه، وأن توجه معه من يرافقه في الطريق إلى أن يصل إلى مراكش، ولا بد على المحبة والسلام في 5 ذي الحجة 1320. هنا هاد الألمان اللي بدأت الرحلات ديالهم كتقاطر بشكل يعني مسترسل، ونباهروا بهذه الثقافة وهاد التنوع الثقافي والإثني اللي شهدوا المغرب، وكما كنلاحظوا انهم خلفوا بعض ارتسامات ورسومات للأماكن اللي زاروها،
اللي هي فعلا ان كانت غنية وكانت جد متنوعة بتنوع هاد التكوينات اللي كانت عند الرحالة. ومن بين الرحالة الآخرين اللي اكتشفوا المغرب هو الرحلة ديال فرديناند أوغستين فيرهار. هاد الرحالة اللي كان جا ضمن زار المغرب ضمن الوفد النمساوي، وكان وصل طنجة في 1830 من القصر الكبير إلى مقر الإقامة السلطانية بمكناس. كان يقابل السلطان مولاه عبد الرحمن وهشام، يعني كان أول من زار المغرب في الفترة أواسط القرن ال19، وزار مدينة العرائش أصيلة الرباط، دون العديد من الملاحظات والمعطيات حول البلد والمشهد السياسي العام، حيث المخزن والتنظيم ديال السكان، ودونها في كتاب بعنوانه ذكريات رحلتي إلى المغرب عام 1830. وركز الملاحظات ديالو على النظام المخزني وأحوال المدن، وشرح بإسهاب الخصوصيات ديال هاد المدن اللي زارها، ودعمها بالعديد من الرسومات اللي كان رسمها في عين المكان، عكس المشهد الثقافي والسياسي والاجتماعي حتى الاقتصادي اللي نشرهم في مذكرات أخرى سنة 1845. وهاد أوغستين كان زار المغرب في رحلة ثانية درس فيها المجتمع والتاريخ والجغرافيا والسياسة والدين والجيش، وهذا المرة دخل من طنجة عبر مضيق جبل طارق، وكان استرسل في الرحلة ديالو الثانية اللي وصف بها المناخ والوضع النباتي وأنواع الشجر والمناطق ديال البلد المتنوعة، وكان كيشير لنبذة تاريخية عن التركيبة السكانية وعن غنى العادات وتعدد لباس النساء المغربيات في الفترة، تنوع فيزيولوجي والإثني واللغوي، وما ميز المغاربة يهود وعرب وأمازيغ، وهذا التنوع اللي كيعكس الجانب العقائدي والديني والحرص ديال المغاربه بالعنايه بالمساجد والاهتمام بالطقوس ديال الزواج والاحتفالات في الافراح عند في المدن وفي القرى، وهضر على النظام المخزني والسلطان كيفاش كي عنده جيش نظامي، وعزوا بعض الصور اللي كتظهر فيها الزي المغربي والمخزن والسلطان وغيرها. وهذه بعض الصور اللي كان عفوا اللي كان رسم فيها المولى عبد الرحمن والمخزن والزي المغربي في هذه الفترة. ومن بين الرحالة اللي كانوا جو ألمان في تلك الفترة، هينريش فون مالزن اللي هضرنا عليه حتى هو، اللي كان من الرواد واشتهر بالترحال ديالو والتنقل ديالو عبر البلاد، وكان زار مراكش منتحل صفة اليهودي، واستطاع ان يقابل السلطان مولى عبد الرحمن والاجتماع بالولي عهده الامير سيدي محمد. وبلا شك ان العديد من الرحالة اللي جاو يعني كان ذكرهم، يعني ماشي بشكل بيوغرافي مسترسل، ولكن كنذكروا غير الاهم ديال الرحلات. هناك كانت رحله اخرى ديال القائد الالماني كارل فولت جيبون، اللي جاء الرحله ديالو للمغرب على راس البعثه البروسيه سنه 1860، وكانت هذه الحمله الاستطلاعيه اللي جاوا بها البروس للتعرف على المجال المغربي، وخاصة انها جات باش تدعم وتقوي النفوذ الاسباني في شمال المغرب، والشيء الذي الهب حماس الرأي العام مدريد خاصة الدوائر الرسمية بتحسين صورة المانيا واظهار عظمتها في المغرب. والتزكية اللي جات عن طريق ما هو عسكري بهذا الرحالة القائد اللي جا
انضموا للجيش الإسباني، خاصة في الفترة ديال 1860 اللي كنهضروا على حصار مدينة تطوان، وخدا المزيد من المعطيات والمعلومات عن المغرب في تلك الفترة، ودونها في واحد التقرير اللي هدر فيه على أحوال المجتمع والتنظيم السياسي والعسكري والدور اللي كيلعبوا المخزن في ضبط الأمور. وكان عبر على في سياق الحديث ديالو على المخزن انه قال انه على ان السلطه المطلقه تظل بيد السلطان الذي له كافه الصلاحيات، بالاضافه الى الدور العسكري الذي يقوم به المخزن والمحاربين في مواجهه الخطر الاجنبي. وهذا الدعم الالماني اللي عاونوا فيه الاسبان جاء خاصه بعدما تعرضت السفن ديال بروسيا سنه 1852 للهجوم من طرف المغاربة على شواطئ الريف، وقتلوا العديد من البحارة ديالها. وكانت هذه ردة فعل بروسيا، عيات ما طالب السلطان إيجاد السوية ومعاقبة مرتكبي الأعمال، وفشلت بروسيا في حصول على التعويض على هاد الضرر أو ترضية مخزن من هاد السفينتين اللي هي فلورا وسيتين. بالتالي كان هاد الموقف ديال التأييد ديال العمليات الحربية الإسبانية على المغرب كردة فعل هاد الألمان، لأنهم توما تعرضوا لهاد التدخل في السطو على هاد السفينتين البروسيتين. وهنا كنتقلوا أن هاد الأمور أخرى اللي دفعات العديد من الألمان باش يغراهم هاد الاكتشاف الجديد اللي تمثل في الايالة المغربية الشريفة. ونهضروا على رحالة اخر اللي هو جيرهارد رولف اللي تمكن من التوغل داخل المغرب الصحراء، كان هذا من اشهر رحالة، كان كدليل ومرجع كيرجعوا ليه كل ما كيتعلق بافريقيا، لانه كان العديد من الرحلات قطع فيها المغرب من الشمال للجنوب، وقدم وصف دقيق ودون كثير، لانه جاب تقريبا ثلاثة الرحلات اللي كان جا فيها المغرب، وكان جا من بإعاز من المفوضية البريطانية، وزار دراموند هاي ونصحو باش يعتنق الإسلام ولو بشكل صوري للمضيف هذه المغامرة. وكان وجهه للشريف ديال وزان الحاج مولاي اسلام كبير شرفاء الزاوية الوزانية، لان كانت كتعتبر اقوى زاوية في المغرب انذاك، واللي كان النفوذ ديالها الديني منتشر الى المشرق والساحل الافريقي. وعبد لي دراموند هاي الطريق حتى انه دخل في الوظيفة العسكرية في فاس، واصبح طبيب العام للجيش المخزني. وهاد المعرفه ديالو للشريف وزان تحرك في الاراضي المغربيه بكامل الحريه حتى وصل للتخوم ديال الصحراء. وهنا درولس غير الاسم ديالو الى مصطفى وبدل الزي الاوروبي بزي مغربي باش يضمن نجاح ديال الرحله ديالو. وكان الشريف ديال وزان عنده دور كبير في تعبئة الطريق ليه وسهل عليه المهام ديالو، وخصص ليه هو في المقابلة لرولز فصل كبير كيهضر على الدور ديال الزاوية والتأثير ديالها على المشهد الديني والسياسي المغربي. وهذا الرحالة الألماني تميز بدقة المعلومات ديالو، وكان كيقارن لأنه ديجا قرأ على المغرب وعلى الرحالة اللي سبقوه، خدا ملاحظات دقيقة وجاي يشوف واش فعلا في الواقع هذا الشيء اللي قراه هو اللي كاين. قام بجرد السواحل ديال المغرب والمراسي ديالو والمدن الصغرى، وتيهضر على المناطق النائية اللي ما وصلهاش الرحالة الاخرين، ولا وصلوها ولكن ما تقتلوا ولا تم تنكيل بها في الرحلات. وهنا وصل درولز مناطق عميقة للمغرب، وقارن كل ما كتب حول المغرب خاصة جبال الأطلس والصحراء
والرحلة ديالو كانت عندها طابع علمي، سلط الضوء على تلك الأقاليم المغربية بوجهة نظر ألمانية، واعتمد على مقارنة ما كتبه الرحالة أو الجغرافيين اللي سبقوه بحال حسن الوزان أو بارت أو مامو الكربخال، كلهم هادو كانوا من الرحالة القدام اللي اعتمد عليهم الرحالة الألماني. واسترسل في 14 مارس 1862، كان وصل لجبال الأطلس وجهز قافلة لهذا الغرض، دمت 3 من الخدم و3 من الجمالين أي الناس المرافقين معه، والسد الجمال إضافة إلى معدات ديالو اللي جاب من الألمان، هي بارومتر لقياس ضغط الهواء وقياس الارتفاع وأسلحة وذخيرة وأدوية، بطانية صوفية ومعلبات الطعام. وكان وصل لحصن أكادير وهضر عليه بإسهاب والموقع الاستراتيجي، وهضر على التواجد البرتغالي فيه، وهضر على تيغمي الرومي أي دار الرومي، وما فاش كانت مدينة تحت الوصاية ديال الملك البرتغال، ومعرفة بسانتا كروز وغيرهم. يعني استرسل كتير في شرح المسار التاريخي ديال المدينة. ومن بين هاد الأمور اللي شار ليها هاد الرحالة، غرات العديد من الرحالة الآخرين باش يكملوا اللي بداو، من بينهم هاد أوسكار هاد لانز، كان جور جيرالد روس جا من وراه لانز اللي هو رحالة نمساوي، لكن جا بتوصية من فوق ديال ألمانيا بطنجة، اللي هو كان ناوي يدخل ديريكتومون في الصحراء ويهبط من سهل سوس إلى الصحراء وغيرها، وهنا باش يكمل ما بدأه هاد الرحالة الآخرين اللي أغلبية ديالهم كانت رحلات ناجحة. وهاد لانز جات الرحلة ديالو بطابع علمي، غير أن الصحافة الفرنسية في تلك الفترة كانت كتشوش على هاد الرحالة، لأنهم كيهدفوا إلى هاد البحث أنهم جواسيس يمهدون الغزو والاستعمار الجنوب المغربي والاستحواذ الألمان عليه هنا، لأنهم كانوا في الجزائر وعندهم مخططات باش يتم ضم المغرب للجزائر. ودلاز كان جا في أواخر القرن 19، وكانت علاقات جد مشجعة مع المخزن والألمان، اللي ساعدت انهم تخاطروا كثير هاد الالمان المغرب، كان القدوم ديالهم بشكل واضح من اجل قيام دراسات ابحاث علميه باش يستغل الريخ الالماني في المشاريع الاقتصاديه ديالو في المغرب. وفي 10 مارس 1880 حل لانز بقصبه سكساوة اللي كانت المحطه الاولى ديالو في جبل الاطلس الكبير في اتجاه الجنوب المغربي، وشدد الأخير في الفترة ظهور البوادر ديال القيادية، اللي ظاهرة القيادة الكبار اللي امتدت جبال الأطلس والقدر السوسي. وكان وصف الحالة السياسية لانز أن جل سكان المنطقة لهم مهارات قتالية عالية ويعادون المخزن وجنوده، وقد عبر على هذا الأمر بأن الفترة اللي كان فيها هو تما كانت الأمور غير مرضية بالنسبة له، حتى أنه داز في منطقة إيميتانوت اللي توصفها بأنها منازل مشيدة بالطين وأنها مهجورة، بحال أن المخزن ردع تهديدات شلوح المنطقة وحماية القوافل التجارية المارة لإيميتانوت. وكان وصل في
في هذه الفترة المنحدرات الأطلس الكبير نحو تيرودانت، وكان كيوصف أنها مليئة بغابات الأرقان، وأنه كيدار على الجانب الأمني خاصة منطقة هوارة اللي كان كيهضر عليها بإسهاب الخطر اللي كان كيشكل المرور ديالها في تلك المناطق. وفي تلك الفترة كانت منطقة سوس في سيبة وفوضى، لأن كانت العديد من الهجمات وعمليات السطو والنهب والقتل والاغتيالات، لأنه كيشير هو هذا اللف أنه تيقول لا وجود لقوة السلطة الممثلين من حكام وقيادة على هذه المناطق، لأن الفترة كانت فيها فوضى، لأن الأمور السياسية كانت مضطربة. وما أشار إليه هذه الرحالة هو أنه وصف المناخ وبدأت يدخل في المؤهلات الاقتصادية خاصة في جبال الأطلس اللي تيهضر على أنها كتحتوي على رواسب مهمة من المعادن خاصة جنوب الأطلس، حيث يوجد الحجر الرملي الأحمر والصخر الزيتي والكوارتز اللي فيه خامات النحاس والحديد البراق، وأن سكان واتسوس يعملون على إنتاجه بكمية كبيرة بالإضافة إلى وجود معدن الفضة والرصاص الخام. هنا كيهضر أن ضروري من تحكم لهذه الكمية المعادن موجودة بالمنطقة لبحوث جيولوجية أكثر دقة. وأنه ما شار إليه هو وجود تنوع حيواني ونباتي واضح وأنواع كثيرة من الوحش بحال الأسد الأطلس والفهود والنسور وأنواع أخرى من الحيوانات اللي كتعيش في المنطقة. وهذا المجال مهم للحياة البرية بمختلف الأنواع ديالها، وكاين حصى أنواع كثيرة من الحشرات اللي مستحيل عليه باش انه يضبطها، وخصو وقت وجهد اكبر باش يدون كاع الملاحظات وقدم معلومات هائله من حيث المعطيات النباتيه، وحصى تقريبا 375 نوع من النباتات ذات البذور التي تسمى بالفانيريوغام، وهي هذه الفصيله ديال هذه النباتات اللي تنمو فقط في الاطلس دون غيره من مناطق اخرى. بالإضافة إلى أنه ذكر الإسهاب حول شجرة الأرقان، وأنها من الأشجار الغير معروفة عند الألمان، وهي من عائلة الأشجار السوائية اللي سم الدواء على حسب ما جاء في الرواية ديال ليون إفريقي رحالة من البرتغال اللي زاروها واستخدموها سنة، جابوها معهم المنطقة سنة 1510. هذا ما قيل، لان الكودي كانت جابوها معهم من امريكا الجنوبيه. وهناك استرسل هذه الرحاله كيهضر على التنوع ديال المناطق اللي زارها، كيهضر على ان الاوضاع اللي كيشهدها المشهد الاجتماعي كاين تنوع في العادات والتقاليد وفي النمط المعيشي، يعني كلها يعني امور غرات هاد الرحالة الالمان باش يزيدوا يدخلوا البلاد ويعرفوا اشنو عندنا حنا من خلال العادات والتقاليد. وكانت رحلات اخرى تهتمت بالجانب ديال الجانب الثقافي خاصة اللباس عفوا عند المرأة وغيرها، ومن بينهم كان ماكس كوينفيلد اللي ديجا ذكرناه على التوجه ديالو للمغرب، انه هضر على المرأة والعادات ديالها وحتى الاستعمالات ديال صباغة الشعر والجميل، كيفاش ان المرأة كانت كتوضع السواك والنيلة وغيرهم، والادوات كان رسم بعض الادوات اللي كانت كتداول في تلك الفترة عند النساء ديال المغرب اواخر القرن 19.
كخلاصة يعني هنا حاولت غير نبين واحد النبذة بعجالة يعني باش نهضروا على هاد الرحلات الألمانية، لأن هي بدات كتظهر بأوجه عديدة باش تكتشف المغرب في هاد الفترة، وكان الجانب الديني حاضر في هاد الأحداث، وكانت ردود الفعل لصد هاد التواصل اللي كان بين مناطق المغرب والألمان. وهاد الرحلات بلا شك عطات بزاف معلومات للتجار الألمان حول المؤهلات الاقتصادية والطبيعية اللي كتميز في المغرب. هنا كان فهموا أن هذا الغطاء الدبلوماسي كان دائما حاضر، اللي كما شفناه مع رسائل التوصيات للي سي باسي اللي تعطاهم، وساهموا بشكل واضح في الدفع بهذه الرحلات لتحقيق هذه الغاية اللي جات على قبلها، اللي هي التوجه لمناطق المغرب مختلفة ونيل العديد من الامتيازات من خلال فتح جسور اقتصادية بين هاد الجرمان والأقاليم المغربية. وألمانيا معروف أنها ما كانش عندها واحد التاريخ استعماري من قبل، بالتالي أن محاولات الرايخ بدات كتبين هاد الجهد في ترسيخ التواجد ديالهم على سواحل المغرب، كتشجع مواطنيهم يقودوهم نحو الإيالة الشريفة مدعمينهم بواحد الغطاء دبلوماسي. وهنا كان فهموا أن التقارب المغربي الألماني شكل واحد الضغط على فرنسا، وحاول يعرقل مشاريع استعمارية ديالها بشمال إفريقيا. والخارجية الألمانية لعبت واحد الدور كبير في مجريات الأحداث من خلال ما سعت إليه عبر المفوضية ديالهم، يعني السفارة ديالهم في طنجة، حيث مكنت البلاد مواد أولية باش تزيد الإنتاجية وقوة الاقتصاد الألماني. وهذا الأخير اللي كان بدأت يتقوى بشكل ملحوظ وكيتنامى مع مطلع القرن 19. بالتالي هنا كنهضروا على ان الثغور ديال المغرب شكلت واحد الخصوصيه اللي الصراحه عطات واحد الاضافه نوعيه باش ظهرت لنا هذه القوه الاقتصاديه الجديده في التعامل مع الالمان في المغرب، اللي في البدايه كانت بدايات كانت من خلال هذه الرحلات في الاستطلاع وغيرهم، حيث ان المختار السوسي ذكر انهم دخلوا المنطقه دخلوا من ميناء الصويره الى حاحا نحو تارودانت، وصفهم انهم جاءوا على شاكلة جواسيس تجاريين وسياسيين كانوا يستخفون كثيرا للاستطلاع على شؤون المغرب في جميع ارجائه. وهنا انا كان كخلاصه كنستدلو من خلال ما ذكره المؤرخ الكبير عبد الهادي التازي رحمه الله، هو انه ذكر هذه الرحلات وقال في معرض حديثه في التاريخ الدبلوماسي للمغرب، قال هنا: الرحلات وما ادراك ما الرحلات، فهي تعتبر مذكرات حية تسجل صلات الامم بعضها ببعض سلما وحربا تأثرا وتأثيرا. الرحلات التي ترسم خطوط السير وتعين الحدود بين أمة وأخرى، وتنقل إلينا صورة للآخرين كما تنقل للآخرين صورة عنا. وفي الختام ما تنسوش باش تدعمونا وتحاولوا تغنيوا النقاش باش نزيدوا مواضيع أخرى اللي تكون هي فيها الإفادة والاستفادة، والكمال لله وحده. السلام عليكم.